السلام عليكم، يا مساء الفل. اهلا بكم في حلقه جديده مع اسامه، وجمعه مباركه قبل مباراه منتخب مصر ومنتخب السودان. كيروش طبعا طلع في المؤتمر الصحفي وقال يا جماعه اصبروا شويه، احنا مش بنلعب بلاي ستيشن. ما بقتش عارف كلمه بلاي ستيشن دي بقى بتكرر مديرين الفنيين كتير ليه، يمكن حتى لما قالها رينيه فايلر قالها بعد ما قدم مستوى يعني يليق بالنادي الاهلي، وكان قدم هويه مختلفه للنادي الاهلي واداء جمالي مهم جدا، فطبيعي جدا لما يجي يتراجع على المستوى نقول بلاي ستيشن. لكن هو واضح ان هو يقصد ان احنا مش هنتكع على زرار اللعيبه يلعب، اصبروا شويه على المنتخب واحنا صابرين يا عم كروش، ونتمنى التوفيق لمنتخب مصر ان شاء الله. لكن مروان حمدي مهاجم منتخب مصر الاول اللي لم يحقق النجاح او لم يحالفه النجاح في نادي الزمالك فتم اعارته لنادي سموحه، فحقق نجاح الى حد حتى هذه اللحظه في الموسم الجديد. خرج وقال 80% من الاعلام مش بيفهموا كوره، والبعض بيجي عشان مهرج وبيضحك وانتقد الاعلام بشكل كبير جدا، وهو لسه بيقول يا هادي، وقال واسمه بالقلم الرصاص مع منتخب مصر. فاحنا لا هنقول احنا من 20 ولا مع ال 80، لكن احنا من موقع يلا كوره عمل مقارنه بسيطه كده بين الثلاث مهاجمين اللي لعبوا المباراه دي، مع الاخذ في الاعتبار ان شريف لعب جناح فتره طويله جدا. نشوف مروان حمدي عمل ايه. هو لعب 71 دقيقه قدام لبنان، الفرص اللي خلقها هم فقط لغير فرصتين. تمريراته الصحيحه، دقه التمريرات صحيح 88%، استقبل الكره 8 مرات فقط لغير، لكن نسبه الاستقبال كانت 100%، وقدر يفوز في صراع الكره في 3 محاولات. محمد شريف بقى يمكن شارك في عدد دقائق اكبر 89، لكن خلق فرصتين نفس عدد الفرص لكن له محاولتين على المرمى. نسبه تمريراته الصحيحه 84%، استقبل الكره 31 مره بنسبه نجاح 100%، ونجح في الفوز بصراع الكره في 3 محاولات. اسامه فيصل اللي لعب 14 دقيقه فقط لغير، استقبل الكره 8 مرات زيه زي مروان حمدي اللي لعب 71 دقيقه، ونفس النسبه 100%، لكن تمريراته دقتها كانت بنسبه 50%. الارقام يا مروان خدها انت وشوفها واحكم بنفسك، بعيد عن فكره اعلام 80% ولا 20%، يا ريت تركز مع منتخب مصر اكتر من كده وتهدى وتهدى خالص، لان لسه بدري قوي على انتقاد الاعلام يا مروان. دي كانت حاجه بسيطه كده عن منتخب مصر، لكن تعالوا بعد الفاصل ده هنشوف حاجه مختلفه تماما، ومعايا ضيفي الكوتش شريف سالم وهو بيتكلم عن فريق مونتيري، وهنعمل حلقات لفريق مونتيري عشان تبقوا وصلنا او اول لما نوصل لمباراه 5 فبراير يكون عندكم كل المعلومات الكافيه عن منافس النادي الاهلي مونتيري المكسيكي. السلام عليكم، يا مساء الفل، اهلا بيكم في حلقه جديده مع اسامه، والمره دي شكل جديد شكل مختلف. هنتكلم عن فريق مونتيري المكسيكي، بما اننا خلاص يعني قربنا اننا نلعب كاس العالم انديه، والمباراه 5 فبراير، ولسه هنشوف التداخل بين كاس العالم انديه وام افريقيا. لكن معانا محلل او كوتش شريف سالم، تحب تعرف نفسك كمحلل ولا ككوتش؟ لا ككوتش، دي لايسنس ودي لايسنس. انا مش معايا اللايسنس بتاعه المحلل اداء، بس معايا لايسنس ان انا كوتش من الاي اف سي ومن الكاف، فخلينا في كوتش احسن. خبرتك بقى يعني ادينا حاجه اختصار كده بسيط. أنا اشتغلت فين؟ اشتغلت في مصر، اشتغلت في البرازيل، اشتغلت في تونس، اشتغلت في الهند. يمكن اطول فتره اشتغلتها في الهند. في الهند اشتغلت كواليفيكيشنز للاي ليج اللي هو زي الدوري المصري الممتاز يعني، الحمد لله كنا محققين نتائج كويسه. طب زي الفل، تفك كده ما تبقاش متكتف كده، عايزين ندخل هنعرف هنكسب الفرقه دي ولا ايه. الفرقه دي لينا عندها حاجه، الفرقه دي كسبانه 5-1 طبعا في المغرب، لكن بشكل عام بقى عايزين نعرف الدوري المكسيكي وترتيب الفريق المكسيكي، وتدي لنا يعني شكل عام الاول عن فريق مونتيري، وبعد كده ندخل في نقاط القوه والضعف. طيب هو الدوري، عشان يمكن دي حاجه مش نهج الدوري ده مش معروف قوي في مصر، او يمكن الناس مش متعوده عليه، فدي حاجه بس محتاجين نشرحها علشان الناس لما تجيب ارقام او لما احنا نقول ارقام تبقى الناس عارفه احنا بنتكلم على ارقام عامله ازاي. تمام. احنا دلوقتي عندنا الدوري المكسيكي بيتعمل زي الان بي اي، دوري كره السله الامريكي. بيبقى عباره عن موسمين، او موسم متقسم على مرحلتين، مرحلة الصيف ومرحلة الشتاء. مرحلة الصيف دي اللي هي زي ما احنا بنسميها عندنا الدور الاول. بس احنا عندنا الدوري بيتلعب مع بعضه، ما بيبقاش في فترة راحة ما بين، بناخد الدور الاول والدور الثاني وبنجمع الاعلى نقاط، الاعلى نقاط هو اللي بيفوز بالدوري. في المكسيك مش كده، بتلعب الصيف بعد كده بتريح، بتلعب الشتاء، بعد الشتاء بتروح تلعب البلاي اوف.
البلاي اوف دي اللي هو اول اربع فرق في الدوري، دول الفرق اللي هتشارك في الكونكا كاف بالظبط، اللي هو زي مثلا اول فرقتين عندنا بيشاركوا في دوري الابطال. الاربع فرق اللي بيشاركوا في الكونكا كاف بيتعمل ما بينهم قرعه، وبعد كده بيلعبوا مع بعض كل فرقين يلعبوا مع بعض ذهاب وعوده زي بطوله كاس، قبل نهائي ونهائي بالظبط زي بطوله كاس. وبعد كده الناس الفرقه دي بتكمل، وبعد كده في بقى عشان الترتيب اللي تحت، الفرق من المركز الخامس للمركز ال 12 الفرق دي بتلعب حاجه كده عشان تحدد زي الهبوط وكده. عشان لا خلينا عشان احنا بما اننا بنتكلم عن مونتيري في المقدمه، موقف مونتيري في الدوري المكسيكي لغايه دلوقتي لعب كم مباراه؟ مونتيري في لحد دلوقتي مونتيري لعب 17 مباراه، اللي هو فتره الصيف اللي هو دوري الصيف الدور الاول. خلينا الدور الاول الدور الاول لعب 17 مباراه، كسب 5 مباريات، خسر 5 مباريات، اتعادل في 7، سجل 19 جول ويستقبل 16 جول، فرق يعني الاهداف عنده 3. يعني ببساطه شديده كده نقدر نقول ان هو ترتيبه المركز التاسع. نقدر نقول ان الفريق ده حقق 22 نقطه، مش صعب ان انت تكسبه، ولكن كمان هو واضح جدا ان عدد الاهداف اللي بيسجلها 19 وبيستقبل 16، فواضح جدا ان تقدر تسجل في مرماه والامر مش بعيد. لكن رقم 5 مع فوز 5 هزيمه 5، مركز على رقم 5. جميل. طيب بالنسبه بقى لمونتيري، القيمه التسويقيه بينه او المقارنه بينه وبين النادي الاهلي، اللعيبه اللي عنده مراكز القوه، القيمه التسويقيه بتاعت فرقه مونتيري تقريبا 80 مليون مقابل الاهلي، باوند النادي الاهلي تقريبا حوالي 30 مليون 29 وكسور. احنا عندنا بيرسي تاو تقريبا هو اعلى لاعب في النادي الاهلي من حيث القيمه التسويقيه 3 مليون، هم عندهم كام لاعب بقى معدين ال 3 مليون؟ لا احنا عندنا تقريبا بنتكلم في حوالي من 10 ل 12 لاعب ممكن تكون القيمه التسويقيه بتاعتهم اعلى من 4 مليون، يعني اعلى من اعلى لاعب موجود في النادي الاهلي، اعلى من 4 مليون. يعني في لعيبه احتياطيه موجوده في الفرقه دي القيمه التسويقيه بتاعتها اعلى من الاساسي في النادي الاهلي. انت شفت الفريق ده في المباراه النهائيه؟ اتفرجت على لقطات واتفرجت على الماتش النهائي بتاع كلوب امريكا اللي خلص 1-0. كان هو الافضل ولا كان هو الموفق؟ لا هو كان الموفق. كان الموفق. بس هي فرقه يعني اجيري من المدربين المميزين جدا في ان هو ازاي يعرف يكسب ماتش. اجيري ده اللي كان بيدرب منتخب مصر يا جماعه، وطبعا يعني عمل مشكله معانا في امم افريقيا اللي على ارضنا 2019، وبيرسي تاو كان هو سبب اقاله اجيري. فنتمنى بيرسي تاو يكون نفس يكرر نفس القصه وهو بيدرب نادي مونتيري. بس في برضو نقطة مهمة عايزين نقولها، يعني عشان نبقى وضحنا كل حاجة للناس فيما يخص أرقام الفرقة ومستوياتها، مش عايزين الناس تتكلم في حتة إنه الفرقة دي السنة دي عملت كده لأسباب معينة، أو إن الفرقة دي السنة دي في المركز التاسع عشان هو ده مش مركزها. ببساطة ممكن يقولك إن أنت مركز بتلعب في بطولة فمش مركز بالبطولة التانية، فممكن أنت تكون اديت كل شغلك للبطولة دي، زي ما ممكن حصل كده مع بيتسو موسيماني إن هو مركزش في الدوري بشكل كبير وركز في دوري أبطال أفريقيا فخسر الدوري. ده اللي أنت عايز تقوله. ده بس ده الكلام ده بقى مش حقيقي. ده مش حقيقي لأن الموسم اللي فات في الدوري فرقة مونتيري برضو، خلينا نتكلم على الدور الأول ونقارنه بالدور الأول. تمام. الدور الأول الموسم اللي فات عمله 28 بونت، الموسم يعني ده 22، فرق 6 بونت، مش فرق 6 بونت تقريبا اللي هو يعني مباراتين مكسب. الموسم ده محققين 5 هزايم و5 مكاسب، الموسم اللي فات المكاسب بدل ما هي 5 8، هو ده الفرق. الموسم اللي فات الموسم ده سجلوا 19 جول واستقبلوا 16، الموسم اللي فات فرق 3، الموسم اللي فات سجلوا 26 استقبلوا 21، يعني فرق 5، فرق 5 يعني يمكن خمسة كان برضه. خمسة برضه. طيب المدير الفني كان اجيري برضه ولا هو تم؟ يعني اللي انا اعرفه ان اجيري من ديسمبر الماضي، يعني بقاله سنه تقريبا. هو بالتاكيد ده معناه ان هو خد جزء كبير جدا من الدوري اللي فات، خد جزء كبير من الدور الاول وخد الدور الثاني كامل وبطوله الكونكاكاف. تمام. يعني خسر دوري معهم وخسر كاس وكسب كونكا كاف. تمام. اهم اللاعبين في الفريق، يعني لو انت بتحذر بيتسو موسيماني او لاعبي النادي الاهلي من 3 او 4 لاعبين في الفرقه يكونوا مين؟ هو يعني لو النادي الاهلي مميز جدا في حراسه المرمى زي محمد الشناوي، فاحنا عندنا اندراد اللي هو الحارس بتاع فرقه مونتيري، ده برضه حارس كويس جدا وقيمته التسويقيه تقريبا بنتكلم في 5 مليون. ده كان حارس بوكا جونيور. كان حارس بوكا جونيورز وحارس من الحراس الارجنتينيه المميزه جدا، وراجل دولي بينضم للمنتخب وبيلعب مع المنتخب على فترات، فده كويس يعني. اذا ده نقول بدايه كده نقاط القوه عند فريق مونتيري هو حارس مرماهم، وده تقريبا يعادل نقاط القوه عند النادي الاهلي هو حارس المرمى الكابتن محمد الشناوي. يعني اندرادا والشناوي بنتكلم في نقطتين قوه. ده لو الشناوي لعب يعني هيلعب ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله هيلعب. بنتكلم في اندرادا والشناوي، الاثنين حراسه المرمى كويس. انا بشوف
من المتابعات اللي انا تابعتها في مشكله في خط الدفاع، يعني في عند فرقه مونتيري في مشكله في خط الدفاع، لكن هم مميزين جدا على مستوى الهجوم وخط الوسط. احنا بنتكلم رودريجيز تقريبا قيمته التسويقيه 10 مليون، ده لعيب خط وسط ميزه كمان، لعيب من اللعيبه اللي بتسند شويه في الدفاع لكن بيلعب في خط النص. في فوناس كمان المهاجم اللي هو بيلبس رقم 7، ده مهاجم كويس جدا. في تقريبا مهاجم اسمه فيرجارا مسجل 5 أهداف لحد دلوقتي الموسم ده، ولعيب كويس برضو اللي بيبدل مع فوناس. فلا هي فرقه 11 لعيب كويسين. ما بما ان 11 لعيب اصلا فوق ال 5 مليون كقيمه تسويقيه بالتاكيد احنا هنقابل فريق قوي، لكن انت قلت في مشكله في خط الدفاع، برغم ان خط الدفاع منهم ناس مسجله اهداف ويمكن من هدافين الفريق، اذا هم عندهم مشاكل في التمركزات الدفاعيه، لكن في الزياده الهجوميه او الضربات الثابته هم مميزين. في الحلقه الفنيه اللي هنقعد نتكلم في الامور الفنيه قوي التكتيكال، الفرقه دي عندها مشكله كبيره. الفرقه دي تقريبا بتحتاج من 12 13 ثانيه، اوقات بتوصل 18 ثانيه، وده رقم كبير جدا بالنسبه لفرقه كبيره، عشان تقدر ترجع تتمركز تاني في نص ملعبها وتقف كويس. وهنجيب بقى الكاونتر اتاكس اللي اتعملت، يعني كذا حاجه هنجيبها نتكلم عنها ونشرح ازاي الفرقه دي عندها مشاكل في الارتداد. احنا بنتكلم في الحلقه دي، انا اسف انا بقطعك، احنا بنتكلم في الحلقه دي عشان انتوا بس عارفين، بناخد يعني صوره عامه لفريق مونتيري، بنتعرف على فريق مونتيري والمدير الفني وطريقه اللعب وافضل اللاعبين عنده، لكن هيكون معانا شريف هنتكلم بقى بالحالات وازاي اننا نقدر نتغلب وازاي نقاط القوه ونقاط الضعف على ارض الملعب، وهيكون معانا صور لارض الملعب بالتاكيد. هيكون معانا بقى صور، هيكون معانا مقاطع صغيره، فيديوهات، هيكون معانا حاجات تثبت ان الفرقه دي ايه، النادي الاهلي يقدر يهاجمها ازاي. وفي نفس الوقت برضو الفرقه دي مش دفاع بس، هي الفرقه دي اكيد بتهاجم، فرقه قويه بدليل ان دايما معدل فارق الاهداف بتاعهم كبير. هنجيب بقى كمان فرص نشوف ان الفرقه دي بتهاجم ازاي، عشان نشوف النادي الاهلي يقدر يدافع الفرقه دي ازاي، ازاي النادي الاهلي يقدر يفوز، ازاي يقدر يدافع الفرقه دي، وازاي يقدر يهاجمها. دي حاجات هنبدا برضو نتكلم عنها. بس في نقطه مهمه، احنا هنعمل كمان مقارنه، هنلاقي ان تقريبا النادي الاهلي بيعمل 9 فرص في المباراه بيسجل منها 2.5، يعني تقريبا كل 27%. 27% بنتكلم تقريبا، يعني في كل ماتشين النادي الاهلي ممكن يسجل 5 أهداف. فريق مونتيري بتعمل الشانسز بتاعتها 5 بس. سجل بتسجل تقريبا 1.4، يعني كل مباراتين ممكن تسجل 3 أهداف. ده ممكن يطرح سؤال يقول لك بس انت هنا بتلاعب فرق برضو في مستويات اقل، هو وارد يكون هناك الدوري هناك قوي، وخاصه ان هو الفريق ده مش صنف كافضل فريق في الدوري المكسيكي. الدوري المكسيكي دوري قوي، بيتصنف تقريبا 9 أو 10 على العالم. احنا مش بنقول انه دوري ضعيف، بس احنا بنتكلم على انه لو انت في الكومبيتيشن دي انت الاقوى وانت بطل القاره، فانت لازم تكون ارقامك كبيره بالنسبه للدوري بتاعك. زي النادي الاهلي، ما هو النادي الاهلي في بطوله افريقيا اكيد مش كل الدوري المصري قوي، لكن انت عندك فرق قويه في الدوري المصري، عندك فرق زي نادي الزمالك، زي بيراميدز، زي فرق خد بالك كلامك ده بيطمن، يعني عشان نبقى فاهمين احنا نطمن ولا ايه، لان الناس هنا هتمسك فيا انا. لا احنا ان شاء الله نطمن. انا متفائل خير مع النادي الاهلي بالطريقه الجديده بتاعت بيتسو موسيماني، لان هي انت كان عندك مشكله الموسم اللي فات يمكن ما كناش بنحب نتكلم فيها، بس الحمد لله بما انها اتحلت. بما انها اتحلت، مش بس استقبال اهداف، انت الخطط الدفاعيه بتاعتك عامله ازاي؟ انت عندك طريقه اللي هي كانت 4-2-3-1، الخطط الدفاعيه بتاعتك كانت ضعيفه. كان عندك مشكله كمان اكبر بكتير، ان انت الرقم اللي احنا بنقول ان هو صعب جدا بتاع مونتيري في الارتداد، هو كان موجود عند النادي الاهلي. تمام. النادي الاهلي كان تقريبا بيحتاج اوقات كنا بنوصل ل 15 ثانيه، واوقات بعد ال 15 ثانيه ما كناش بنقدر نرجع دفاعنا كمان. احنا عالجنا ده ولسه مونتيري عنده الازمه دي. عالجنا ده بان احنا حطينا 3 فلات تحت، 3 لعيبه بيقفوا تحت مع اللعيب الديفندر بتاعك اللي هو اليو يانج. فالناس دي بتدي لك مساحه ان انت لو بتهاجم فرقه طول الملعب 120 متر او يعني من 105 ل 120، لو احنا بنتكلم ان المعدل الطبيعي بتاع الاستادات في مصر تقريبا 118 و117، فاحنا بنتكلم النادي الاهلي كان بيهاجم اي فرقه في مصر في ال 50 متر بتاعها او ال 60 متر بتوعها، عشان ال 60 متر دول وانت عندك 2 بس مع ديفندر كان بيبقى فيه مشكله، عشان كنت بتهاجم في 50 متر في ظهرك او 40 متر في ظهرك. دلوقتي الوضع اختلف، انت بقيت بتدافع بثلاثه وفي ديفندر معاك، اضعف شويه مراكز صناعه اللعب اللي انت سحبت منها قفشه، لكن قوه المراكز الدفاعيه بتاعتك. فانت بقيت قادر تسجل، زائد ان انت ضفت حلول فرديه ما كانتش موجوده عندك، زي بيرسي تاو اللعيب اللي ممكن من كوره عاديه جدا يقدر يسجل هدف، زي مثلا عبد القادر او عبد القادر، زي مكسوني، زي حسام حسن، لعيب يمكن لسه ما دخلش مع الفرقه لكن لعيب جيد جدا ولعيب هيضيف للفرقه. فاحنا بنتكلم انت عالجت مشاكلك،
وان شاء الله باذن الله ما يلحقش مونتيري يعالج مشاكله. بيلعب كام طريقه لعب او شكل الفيفوريت العادي 4-3-3 لكن اوقات لكن اوقات هنلاقي الفرقه دي. هو جيري كان بيلعب مع منتخب مصر 4-3-3 لحد بعيد، كان بيلعب 4-2-3-1 بس كان بيحاول عشان عبد الله السعيد كان، لكن كان بيحاول يطبقها 4-3-3 في بعض المباريات، بيحاول يطبقها مظبوط، بس هو كان بيلعب 4-2-3-1 مع المنتخب ومع مونتيري 4-3-3 و 4-3-3 دي الفيفوريت، الحاجه اللي احنا بنلاقيها كتير، بس الراجل بيغير اوقات وبيلعب 4-2-3-1 لان عنده لعيبه في نص الملعب تقدر تأدي له الطريقه دي، عنده تنوع في نص الملعب يقدر يوصل لطريقه 4-2-3-1. بس اللي احنا هنشوفه قصاد الاهلي ايه؟ غالبا 4-3-3 اللي هو تقريبا زي كل الماتشات اللي فاتت. دلوقتي احنا عملنا 9 فرص في المباراه، سجلنا معدل 2.5 فرصه تقريبا 27%، هم 5 فرص بيسجلوا 42% او 1.4 يعني نفس تقريبا نفس الفعاليه، ولكن احنا عدد الفرص اعلى. طيب ده تقريبا ايكوال بيننا وبين فريق مونتيري، احنا بنتميز بايه عن فريق مونتيري وهم بيتميزوا بايه عن النادي الاهلي؟ احنا لو هنتميز بحاجه جامده قوي بالنسبه لي انا عن فريق مونتيري هتبقى الكوتشنج، الراجل اللي واقف على الخط بيدير المباراه دي حاجه انا شايف ان احنا اجهري هيبقى مميز. هو انا شايف ان الناس اللي بتتفرج علينا هتيجي تمسك في زماره رقبتك. احنا لا، هو اصل اجهري جه مصر اشتغل، احنا شفنا شغله تمام وشفنا الراجل بيمانج ازاي وهو واقف على الخط وشفنا الشغل بتاع الراجل وبيتسو موسيماني وصل وشفنا شغله. فكمان انا بحس او بشوف، وده مش مجرد احساس، ده حاجه حصلت اوريدي، الراجل في كل الماتشات الكبيره كان بيديرها بشكل كويس وكان بيقدر يخلق حاجه جديده. يعني هنتكلم مثلا ترجي اوي، الراجل خلق الدور بتاع حمدي فتحي اللي كان مميز جدا، وسان داونز رامي ربيعة كان في رامي ربيعه ماتش السان داونز بتاع الهوم هنا القاهره ماتش 2-0 احنا شفنا حاجه اولد سكول جدا ما كانتش بتحصل بقالها سنين طويله. فكره انه لاعب يلعب مان تو مان على لاعب، اليو ديانج كان بيلعب مان تو مان على سيرينو لحد ما سيرينو خرج في الدقيقه 62. حتى الحاجات الاولد سكول الراجل بيسترجعها لما بيحتاجها بيشتغل بيها. بس انت برضو قلت اجيري بيتفوق في المباريات اللي زي دي ويقدر يحسم المباريات دي وبيكون التوفيق معاه زي المباراه النهائيه، تاريخه بيقول كده، بس الموسم اللي فات ما بيقولش كده. الموسم اللي فات الراجل خسر الكاس، خسر في بلاي اوف من فرقه اتلس 0-0 في المباراه الاولى، 1-1 في العوده، في المباراه الثانيه وتعادل 1-1 صعد فرقه اتلس. فالراجل النوك اوت ستيج الموسم اللي فات حقق ارقام كويسه في الكونكاكاف، كسب البطوله، لكن على مستوى الدوري والكاس خسر الاثنين. يعني انت بتراهن على بيتسو موسيماني؟ انا براهن على بيتسو موسيماني وبراهن على 11 لعيب قصاد 11 لعيب. تمام، عشان بس تبقوا فاهمين، بيراهن على بيتسو موسيماني وانا طبعا واثق فيه وواثق في بيتسو موسيماني، والحلقه اللي هنعملها بعد كده هتبقى حلقه ازاي بيتسو موسيماني يتغلب على طرق لعب اجيري، صح كده؟ طيب هما بقى بيتفوقوا عن الاهلي في ايه؟ في جوده اللاعب نفسه. يعني انديفيدجوال، تحط لعيب قصاد لعيب هنا هنلاقي فرق الجوده. القيمه التسويقيه طبعا هي واضحه، طبعا الفرقه كلها فوق 5 مليون دولار. هي دي اللي هتميزوا فيها، ان احنا ازاي هنتعامل مع المباراه كمجموعه ك 11 لاعب، وهم ازاي هيتعاملوا مع المباراه ك 11 لاعب. في برضو حاجه من ضمن الحاجات اللي هنشوفها وهنشرحها ان شاء الله باذن الله يعني في الحلقه الفنيه عن المباراه، الخطوط ما بين الفرقه كبيره جدا. يعني هنجيب لقطات كتير، وزي ما هنكرر بقى الجمله دي هنقولها كتير في الحلقه الجايه، احنا مش هنتكلم على حاجه استثناء. يعني بالزبط. مش هنجيب لقطه نقول بص اللقطه دي، لا، دي حدث متكرر في المباريات. بالظبط، هنجيب نمط نمط حصل في عدد ماتشات كتير فتبقى دي مشكله او ميزه. لا، هنجيب ميزه استثنائيه ولا مشكله استثنائيه. واحده من اهم العيوب النمطيه اللي موجوده هي ان احنا هنلاقي ان المساحه ما بين الناس اللي بتهاجم والناس اللي واقفه بتدافع مساحه كبيره جدا، الفرق كبير. دي في حاجه تباعد بين الخطوط، في تباعد ما بين الخطوط، بس اكتر ما بين خط الهجوم وخط الدفاع. دي حاجه برضو هنشوفها في الماتشات. ففي حاجات نقدر نعتمد عليها كنادي اهلي ازاي نكسب مع اللعيبه اللي احنا حطيناها، الحلول الجديده. متفائل ان شاء الله باذن الله. يعني باذن الله. طب خلينا ناخد نقط سريعه كده. يبقى فريق مونتيري في المركز التاسع، بيدربوا اجيري بقاله سنه، اجيري خسر معاهم دوري، خسر كاس، حاليا في المركز التاسع. حتى الدوري اللي فات لما صعد للبلاي اوف خرج من اول مواجهه 0-0 و1-1، بيلعب ب 4-2-3-1 و4-3-3. يعني ممكن تلاقي الطريقتين لعب دولت شريف، وانا بالراهن ان موسيماني هيتفوق على اجيري حتى لو كانت امكانيات لاعبي فريق مونتيري اعلى، ولكن كفريق جماعه شريف او 11 لاعب قصاد 11 لاعب نقدر نتخطى فريق مونتيري، والحاجه اللي لنا عند مونتيري نرجعها ان شاء الله. لو ما رجعتش انت عارف ممكن
ترجع 5-1. لا مش عايزينها 5-1 ترجع زي ما ترجع. خمسات احنا شبعنا خمسات الموسم ده وعندنا اكتفاء ذاتي من الخمسات، فمش عايزين اكتر من كده. تمام يا شريف، بشكرك جدا، ان شاء الله موفق وان شاء الله تبقى معايا في مباريات كتير باذن الله. ان شاء الله يعني الناس تدي انطباعات جيده في التعليقات، ونشوفكم ان شاء الله في حلقات جديده مع اسامه. سلام يا حبيبي. افهم، لازم نقعد شويه ساكتين عشان صوت الضوضاء كله انا منتجه. تكلمني كلام اكبر مني يعني. اصل عيب نطلع محمد منير بالصوت ضوضاء. اه يعني مش فاهم ازاي تمنتج. مش فاهم. يلا يلا نشتغل. شكرا لك. مش كنا هنديك في ده؟ شفت كنا نروح في ده، لكن ربنا ستر. اللي هو ايه، انت جايب واحد اصلا في الكنافه يا اسامه. يا عم بناء الناس اللي بتطلع تتكلم. يلا كده نشاور بقى ونلعلع ده. ايوه بالظبط.